شراكة جزائرية صينية مع هذه المجمعات، مجمع مناجم الجزائر، شركة فيرال اللي هو فرع من مجمع مناجم الجزائر، والشريك الصيني اللي شفتوه اليوم مشكل من 3 شركات، راح نشكلوا شركة 51% جزائرية 49% صينية تتكفل بكل عمليات من المنبع إلى غاية المصب، اللي راح يخلينا نستغل المنجم الحديد في ظرف 24 شهر في المرحلة الأولى، والمرحلة الأخرى اللي راح تأتي لبناء المجمع يعني لو كومبلكس من بعد، راح يكون مصنع ضخم لاستغلال منجم الحديد اللي راح يكون إن شاء الله يكون في فترة زمنية ممتدة ما بين 2021 إلى 2024 لغاية 2025 لكي يكون الإنتاج الأولي للحديد في هذه المنطقة.